السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل قررت إن الخدمات بتاعتها كلها هيبقى فيها ذكاء اصطناعي، يعني جوه جوجل درايف وجوه جوجل ورك سبيس هيبقى فيه إن أنت تكتب تكست يروح حول لك التكست ده لصور، وده أعلنت عنه وفي ناس كتيرة بدأ يظهر عندها الموضوع ده. وأنت شغال برضو على جوجل درايف بتعمل برزنتيشن، فسهل جدا تروح قايل له طب كون لي صورة من غير ما تسطب اي اداه او تولز او حاجه خالص، لا ده هيبقى جزء من الموقع. تقول مثلا عايز زرافه مع التمثال الحريه، فيبدا يعمل لك الصوره بالشكل دوت، وكذلك في الوورد وكل حاجه. حتى الاكسل هيبقى فيه مثلا انت عايز تعمل فانكشن معين بس مش فاكر بتتكتب ازاي، مفيش مشكله قول له اعمل لي اساين لكذا كذا كذا، يبدأ انه يعمل لك. انت بتكتبها بالانجليزي العادي خالص هو يظبطها لك بالشكل ده. في الوورد يقول له مثلا اكتب لي كلمه، اكتب لي مقاله عن حاجه معينه، فهو يكتبها. طبعا الخدمه دي موجوده في كله، يعني ممكن دي تعملها في الاكسل، تعملها في الباوربوينت، كل الخدمات موجوده في كل التطبيقات. فدي نقله حلوه جدا، زي ما مايكروسوفت بدات تخلي موضوع الذكاء الاصطناعي ده جزء اساسي من الاوفيس، جزء اساسي من الويندوز، جزء اساسي من كل الشغل بتاعها. فبرضه كل الشركات هتبقى كده، وده المتوقع ان مش هيبقى فيه موقع هيكون مفهوش ذكاء اصطناعي، هيبقى موديل قديم يعني محدش هيستخدمه.